عشرات. والطعام العديد من الأماكن والدول في العالم. هو النظام الغذائي الأساسي لديهم، مرتبط هذا النظام بالثقافة الشعبية والمعتقد الديني لدى تلك الشعوب. كذلك من التقليد أن يوجد مطاعم في هذه الدول تقدم وجبات الحشرات. قام علماء في مجال البيئة مؤخرا بدراسة الحشرات، هل هي حل وبديل غذائي جديد؟ الحشرات عموما تسبب في مشاكل اسمئزاز والقدرة لدى بعضنا أو كلنا، وهل تتصدم من الحقائق الغريبة التي استنتجها العالم من فوائد أكل الحشرات؟